اقرأ ورتل في رياض الجنة واسعد وغذر الروح بالسبع المثان ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان فوز يسوق إليك كل محبتي يا حافظ القرآن إن الوقت آن اقرأ ورتل اقرأ ورتل حان وقت الامتحان حان وقت الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين ومستمعين الكرام، المعلم والمتعلم هم خير الناس وأفضلهم، لأنهم جاوروا خير الكلام وأحسنه فنالتهم الخيرية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قبل بدء فعاليات مسابقتنا في هذه الليلة، مسابقة اقرأ ورتل التي ترعاها وزارة الأوقاف والإرشاد، نرحب بلجنة التحكيم، نرحب بالشيخ الدكتور محمد منصر اليافعي عضو مشيخة الإقرأ ورئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، مرحبا بك. نرحب بالشيخ منصور عائش حسن الموجه في مدارس تحفيظ القرآن في محافظة عدن وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. نرحب بالشيخ عرفات جميل الشاذلي المحكم في مجال الأصوات وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. نرحب بالدكتورة نور حسين آل يعقوب المعلمة في مركز الإقراء والإجازة بالسند فرع عدن وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. والآن مشاهدينا ومستمعينا نبتدئ فعاليات مسابقتنا لحلقة الليلة، ومع المتسابق أحمد عبد الله الصالحي من محافظة مأرب في فئة صغار الحفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بالمتسابق أحمد الصالحي المشارك في فئة صغار الحفاظ. السؤال الأول، أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى:
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون حسبك الابتداء بقوله تعالى تثير الأرض ابتداء غير صحيح لأنك بذلك قد أثبتت ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن هذه البقرة فينبغي التنبه لهذا الابتداء السؤال الثاني أسمعنا يا أحمد من قول الله تبارك وتعالى في سورة النور ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. حسبك. ما شاء الله فتح الله عليك. مشاهدين ومستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى المتسابق الثاني في حلقة الليلة، محمد فضل جديب من محافظة لحج في فئة التلاوة المجودة. نرحب بالمتسابق محمد فضل جديب المشارك في فئة التلاوة المجودة. أسمعنا يا محمد مما فتح الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن إنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، يا رفيع القدر، يا نجم الثريا، يا شفيع الخلق في يوم التنادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد. أما بعد، أحبابي وإخواني، نسأل الله أن يجعلنا من التالين لكتابه الكريم المتواضعين لعظمته سبحانه، ونعوذ بالله من نزغات الشيطان والإعجاب بالنفس. آية من كتاب الله يتدبرها الحافظ ويتدبرها العائد إلى الله عز وجل، ويتدبرها الساعي إلى ربه سبحانه بقدر المستطاع. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآيات يبين مدى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العباد ضعفاء، فمنهم ظالم لنفسه المتعثر في طريقه إلى الله عز وجل، قد يقع في الذنوب والمعاصي لكنه وجهه إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقنط من رحمة الله. وسماه الله عز وجل هذا الصنف من الناس هو عبد لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين. ولهذا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، والمقتصد هو العامل على قدر نفسه وقوته. ثم يقول الله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لا بقوته ولا بإرادته. هذا الموفق الحافظ لكتاب الله العامل لله، فكأن الله عز وجل يخرج ما في نفسه من العجب، فيقول له: يا عبدي، إنما ذلك بتوفيق مني سبحانه وتعالى. فيقول للعبد السابق بالخيرات: لا تغتر، إنما ذلك هو بإذني، كما قال الله عز وجل: بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إلى المتسابق معتصم محروس من محافظة تعز في فئة رفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمتسابق معتصم ما شاء الله بس الأذان طيب، لكن أنت أذنت بنفس الأذان الأول اللي المفترض أنك تغير كنت طريقة الأذان. الملاحظ برضو أنك في حياة على الفلاح الثانية دخلت بالحجاز، كيعطي الحابس شوية كذا، يعني شيء يسير مثلا من مقام الحجاز تقيد الأذان المدني أو المكي. مكي. كيف يبدأ؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واصل واصل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة المتسابقين لهذه الليلة على النحو الآتي: المتسابق أحمد عبد الله الصالحي والذي شارك في فئة صغار الحفاظ تحصل في الحفظ على 39 درجة و83 من 100، وتحصل في التلاوة على 38 درجة، بينما تحصل في الأداء وحسن الصوت على 19 درجة ونصف الدرجة، فمجموع درجاته 97 درجة و33 من 100، بينما تحصل المشارك في فئة التلاوة المجودة محمد فضل جديب في المقامات على 48 درجة وفي التلاوة على 49 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة. وتحصل المشارك في فئة رفع الأذان معتصم أحمد يحيى في المقامات على 49 درجة وفي تجويد ألفاظ الأذان على 50 درجة من 50، فمجموع درجاته 99 درجة.
ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للمتسابقين. الاسم عمر فرج هادي بن حسون من مدينة روكب، مديرية المكلم، محافظة حضرموت. درست في مركز الصديق لتعليم القرآن الكريم لمسجد أبي بكر الصديق في روكب، وحفظت القرآن وأنا في الصف السابع الابتدائي على يد الأستاذ مجمل فرج بعليان. ثم بعدها التحقت بمركز الإقراء والإجازة في السند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع المكلة على يد الشيخ عمر أحمد الخامر. ثم بعد ذلك أخذت الإجازة مرة ثانية على يد الشيخ الدكتور المقرئ محمد أبو بكر باوزير. اسمي محمد بليغ سعيد عبد الغفار، من والدي 26/2/2010، أدرس في الصف الثامن في مدارس النبراس الأهلية، وأحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المدرس الأول الذي درست على يده هو الأستاذ مجمل فرج بعليان، ثم بعدها درست على يد الشيخ عمر أحمد الخامر، وأخيرا الشيخ الدكتور المقرئ محمد بن أبو بكر باوزير. أدرس في مدرسة عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد السعيد في المنصورة. درست عند مدرسي الأول الأستاذ أصيل البكري، ثم انتقلت إلى الأستاذ سعيد بدر، وإلى الآن. طبعاً وصل إلى مسمعي موضوع المسابقات الدولية والمحلية في عام 2019. أنا كنت في المدرسة في الصف الثاني ثانوي، وأتواصل معي أحد الأساتذة ويقول اليوم جهز نفسك، اليوم بغناك تطلع إلى مأرب من أجل المسابقة في رحاب القرآن. وقلت على بركة الله نمشي إن شاء الله مأرب، والحمد لله يعني وصلنا مأرب وتسابقنا وحصلت على المركز الأول. ثم بعد ذلك تم التصفيات في ساحل حضرموت تبع وزارة الأوقاف، وتحصلت على المركز الأول على مستوى ساحل حضرموت. شاركت في مسابقات كثيرة من المحلية، شاركت في مسابقة السعيد في فئة جزئين، ثم انتقلت إلى فئة 5 أجزاء في مسابقة الرحاب، ثم انتقلت إلى فئة 10 أجزاء في مسابقة بندر عدن، ثم انتقلت إلى فئة 20 جزءا في مسابقة حافظون، ثم شاركت في فئة المصحف في مسابقة كثيرة أهمها مسابقة ورطة القرآنية في مسجد عمر بن الخطاب، ومسابقة الرحاب في فئة المصحف، ومسابقة عدن الكبرى في فئة المصحف. وبفضل الله الحمد لله تحصلت في هذه المسابقات على المراكز الأولى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
طبعا بالنسبة للتطلع لمثل هذه المسابقات، أنا طبعا شخص ما مش مهتم بموضوع المسابقات للعلم يعني، ولكن جميع المسابقات التي يعني تحصلت فيها على المركز الأولى تم التواصل من سواء كان جمعية أو وزارة أو يعني من غير الترتيب لها مسبق من قبل. ثم لما تحصلت على المركز الأول في وزارة الأوقاف، على المركز الأول على مستوى ساحل حضرموت، تواصلوا معي أصحاب وزارة الأوقاف في مديرية المكلية يعني ساحل، وعلى أساس أنها تجهز لمسابقة دولية وهكذا، وعطيتهم بعض الإجراءات يعني الملفات وهكذا، وبعد ذلك قالوا لي التغت بسبب الأوضاع وهكذا. وبعدها تواصلوا معي الأساتذة يعني، وعملوا جروب هكذا خصوصا للأشخاص اللي أهلوا في المراكز الأولى على مستوى المحافظات. تم ترشيحي طبعا بالنسبة لمسابقة جيبوتي، تم ترشيحي من قبل وزارة الأوقاف، وتسابقت في مسابقة جيبوتي وحصلت على المركز الأول. أما تجربتي عن المسابقة الدولية، شاركت في تصفية الأولية على مستوى محافظة عدن وفزت ولله الحمد، ثم شاركت في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية، ثم فزت ولله الحمد وحصلت على المركز الثاني، وتأهلت إلى المسابقة الدولية في دولة بنغلاديش وحصلت على المركز الثاني ولله الحمد. طبعا بالنسبة للموقف والشعور، المسابقة طبعا يعني لجنة التحكيم ما تعطي المتسابقين الملاحظات، وكانت المسابقة يعني شديدة التنافس، حتى أنه بعض يعني الشباب ظن أنه الذي بيحصل على المركز الأول هو يعني حافظ من جمهورية الصومال عنده 10 القراءات الصغرى. وسبحان الله لما تم إعلان النتائج كان الفارق بيني وبينه 2 درجة، أنا حصلت على المركز الأول بالنسبة 99.5 وهو حصل على 97 فقط. بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، وبارك الله في المتسابقين وفيكم أيضا أنتم مشاهدين ومستمعين الكرام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. أترككم الآن مع سؤال الجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ ورتل في رياض الجنة، واسعد وغذر الروح بالسبع المثان، ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان. فوز يسوق إليك كل محبتي، يا حافظ القرآن إن الوقت آن. اقرأ ورتل، اقرأ ورتل، حان وقت الامتحان، حان وقت الامتحان.